الو يا مصطفى، انت فين يا جدع؟ قافل تليفونك ليه على طول؟ مش عارف اوصلك يا جدع. انت هنعمل ايه مع الخواجايه؟ الوليه طالعه رجالتها ورايا، هتتجنن على الرزمه. نعم اخويا، يعني ايه مش هتبيع؟ طب والعربون اللي انت خدته يا جدع؟ انت اللي في وش المدفع، الكلام ده ما ينفعش. دي الوليه ممكن تقتلنا يا جدع. وفير تعالى، بتضرب على العربون يا شربيني؟ ايه المعلمه لسه مشغلك اتكيت؟ بقول لك ايه، يومين بالعدد، يا تجيب اللوحه يا اما تترحم على ابنك. لا ابوس ايديك سفيان ابني، لا عشان خط ضجرك البلا زحلف، عشان خاطري رجعوا لي ابني وانا هجيب لكم العربون. لا يا حبيبي، يا تجيب الفلوس يا اما فسيان ابنك مش هتشم له ريحه. اصفر. اي 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 سفيان ابني، سفيان ابني. خد يا خيمة. طب بجد ابن الجزمة، هو الراجل ده كان عايز منك ايه يا الشربيني مش كده؟ اذا عرفت منين إيه؟ انت تبعهم؟ ابوس ايدك يا كبير، انا ما عملتش حاجه وما خدتش عربون. انا هرجع لكم مصطفى، هرجع لكم كل حاجه. ايه ده بس، ايه ده ايه ده؟ انا مش تبعهم، انا يعني عادي، واحد من الناس. استاذ كريم عبد العزيز؟ لا كريم ايه؟ ايه ده بس، ايه ده؟ انا مختار الجوهري. قول لي بس، ممكن اساعدك بايه؟ مفيش، في واحده خواجايه كيفت انتيك، تتجنن لو شافت حته اثار، تتنطط لو لمحت كده يعني عمله قديمه، تتهبل لو شافت لمحت لوحه نادره ولا حاجه. فيعني في واحد اعرفه اسمه مصطفى، وقعت تحت ايده رسمه للرسام العالمي ليوناردو دي كابريو. قصدك لوران دافنشي؟ ايه ده، انت تعرف مصطفى ولا ايه؟ لا بس اعرف دافنشي. اه قول لي بس، كمل لي ايه الحكايه بالظبط؟ مفيش، انا عرفت الواد مصطفى على الخواجايه، قام هو اخذ منها العربون وخلع وسابني ملطشه بقى رجالتها. انا عايز امشي بسرعه قبل ما زحلوف يرجع تاني ويقتلني. تليفوني فين؟ تليفوني راح فين؟ لا مؤاخذه سعاده البيت، ممكن بس ارن على التليفون بتاعي؟ اه لا مؤاخذه يعني. لا اتفضل، ادي تليفوني. الصوره يا رب. بيرن اهو، لا مؤاخذه اهو، وراك اهو. شكرا يا كبير، تليفوني اهو.